بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع مالتنا هو الـ Unsteady State Heat Transfer. الـ Unsteady State عندنا عدة يعني الـ Heat Conduction. الـ Heat Conduction Heat Conduction عندنا Steady أو Unsteady. زين الستدي احنا اخذناه ومر علينا موضوعنا اللي هو السابق. الانستدي الانستدي يعني هيت انستدي الانستدي اما يكون يعني ايش راح يكون هنا يعني راح تكون التمبرتشر بالانستدي التمبرتشر function of x y z و t t هو time او temperature يكون function ال x y و t وممكن يكون temperature function ال x و تي وممكن ان يكون التمبرتشر فانكشن اوف تي يعني بس هاي النقطة المهمة انتبهوا عليها درجة الحرارة بان ستدي ستيت يكون فانكشن الدايمنشن اكس واي وزد وتي او اكس واي وتي او اكس وتي او فانكشن اوف تي فقط function للتايم فقط. طبعا هاي الحالة الأولى والثانية والثالثة يعني دولة مو سهلة لأن الحالة الأولى تشوفون ثلاث متغيرات وياها التايم، الحالة الثانية متغيرين وياها التايم، الحالة الأولى متغير x one dimension وياها التايم. هنا احنا بالنسبة لنا اللي راح ناخذه هو الحالة الأخيرة اللي يكون واللي هي تكون حالة مبسطة temperature function of time. هاي الحالة وين تكون؟ دائما تكون بالكوينشنج الريسبونس السريع مرات الريسبونس مال أجهزة السيطرة زين التسخين والتبريد للأفران التسخين للمبادلات واللي هي هاي الحالة اللي تكون اللي هي الحالة الأولى هنا سميناها واللي يكون التمبرتشر فانكشن اوف فانكشن اوف تايم فقط. فإذا على سبيل المثال لو احنا اخذنا كرة حتى نكون بصدد هاي الحالة يعني احنا راح ناخذ هاي الحالة اللي هي temperature function للتايم. لو اخذنا كرة الكرة thermal capacity مالتها m في c صبي تكون قليلة وجبناها هاي خليناها هاي الكرة صغيرة شمرناها بحوض كبير بمثل اويل او بمي ساخن زين فهذه درجة حرارة الأويل ما راح تتأثر لكن درجة حرارة الكرة راح تتأثر ويا الزمن ويا الزمن. فنشوف هسه حتى نشتق العلاقة اللازمة لإيجاد طبعا احنا دائما بالهيت ترانسفير شنو الغرض نريده؟ نريد التمبرتشر ديستريبيوشن يعني نريد التمبرتشر يعني من نقول temperature function of x يعني هاي temperature distribution من نقول temperature function of time يعني نريد علاقة تربط بين temperature والtime من نقول of x علاقة تربط بين temperature و x فهنا من قلنا هاي الحالة هي function للtime فقط فإذا نريد علاقة تربط بين temperature والtime نجي نسوي موازنة حرارة كرة جبناها وخليناها صلد سفير جينا خليناها بمحيط هذا المحيط مثلا هو يعني إناء كبير مال أويل مال مي مال يعني هذا درجة حرارة المحيط هي تي اف
درجة حرارة المحيط هي TF ودرجة حرارة الاسفير درجة حرارة الاسفير هي T. فنشوف نجي هنا الحرارة شلون تنتقل للمحيط، يعني تنتقل من المحيط للكرة أو من الكرة للمحيط، تنتقل بالكونفكشن لأن هذا موجود سائل، هذا موجود سائل وهي كرة صلبة. فإذا احنا هنا هذا هو الكونفكشن. ليش بالسالب؟ لأن باعتبار الكرة جبناها ساخنة ودا تفقدها، يعني تروح للاتجاه هذا. هنا هاي الحرارة اللي انفقدت بالكونفكشن وين راحت؟ هي أما دخلت للكرة إذا ريد إذا الأويل حار، أو انسحبت من الكرة إذا الأويل بارد. فإذا هي M C B دلتا T، يعني هنا كأنه M C B دلتا T M C B دلتا T. لكن حتى نساوي الوحدات لأن هذه فقسمناها على الزمن، قسمناها على الزمن، هاي هي باعتبار واط وهاي هي جول. فإذا نقسم على الزمن صارت جول بير سكند اللي هي واط، فصاروا مشابهين. هسا احنا عندنا المعادلة اللي راح نبدي منها الاشتقاق هي اللي هي هاي أمام. هنا يقول إذا التايم، لما التايم صفر يعني الكرة بعد ما شامريها، احنا لما التايم صفر شنو التي سميناها تي اي اسم، يعني العفو تي نوت، هنا بهذا الاشتقاق احنا مسمينها تي نوت، قسم يسموها تي اي انيشال، فبس احنا هنا مسمينها انيشال تمبرتشر، احنا هنا مسميها انيشال تمبرتشر. اوكي زين، اذا سميت التي ماينس التي اف سميناها ثيتا، اذا سمينا التي ماينس تي اف ثيتا نعوض بالمعادله، الام هي عباره عن رو في في، الماس هو الكثافه في الحجم سي صب بي، والتي هنا طبعا لما عندنا تي ماينس تي اف يساوي لنا ثيتا، فدي تي شو يساوي لنا؟ دي ثيتا. فهاي راح تصير اذا الدي تي هنا هي دي ثيتا باي دي تي التايم ماينس اتش اي، وهاي هي ثيتا. هسه هاي حتى نحلها معادلة ديفرنشال اكويجن بسيطة، حلها بالسيبريشن اوف فاريبل، اخذت اللي بيها ثيتا على جهة والتايم على جهة، فدي ثيتا اوفر ثيتا وهنا ماينس اتش اي اوفر روس دي تي. فنجي اذا نكامل هاي المعادلة، تشوفون بالتكامل والثيتا ساوي ثيتا نوت وتي صفر، فنكاملها يعني نكامل هنا من وهنا تي، يعني هنا من صفر الى تي، وهنا من ثيتا نوت الى ثيتا، نكامل من ثيتا نوت الى ثيتا، وهنا من صفر الى ثيتا. هنا طبعا شرح تكون تكاملها لين، لان هاي الدالة على هاي راح تكون لين ثيتا من ثيتا نوت الى ثيتا، ف ويساوي لنا هذا المقدار ماينس هذا كله في تي. هنا سوينا اذا نرفع اللين يصير اكسبوننشال، فصارت ثيتا اوفر ثيتا نوت يساوي لنا اي اس، هاي هي المعادلة ثيتا اوفر ثيتا نوت يساوي لنا اي اس ماينس اتش اي رو سي صب بي في في تي. نجي هنا ال H هو معامل انتقال الحرارة بالمحيط مال الكونفكشن، ال Area هي السيرفس أريا مال الكرة، ال Rho هي الكثافة مال الكرة أو مال المعدن، ال C sub B هي specificity مال الكرة، ال V هي الفوليوم مال الكرة، ال T هو التايم، ال Theta هي T minus TF، ال Theta not هي T not minus TF، هي T not minus TF. فإذا هسه صارت هاي الواضحة وهنا هن موجودات ال زين. هسه يقول هاي نقدر نرتبها احنا كانه بالدايمنشنلس جروب، فاذا اخذنا الاتش باع هنا
طب اتش اخذناه ضربنا في ال ضربنا في ال اوكي زين وهنا خلينا ال العفو هنا كي خلينا وال باعتبار واحد اوكي زين عندنا بقى شنو سي صب بي موجود هنا وعندنا اي اوفر في هي ال ال اوفر في هي ال فتلاحظون قلنا هنا اخذنا الاتش هاي الاتش هي نفسها موجوده زين الكي ضربنا بكي وقسمنا على كي هاي كي ضربنا بكي وقسمنا على كي بعدين ضربنا بال وقسمنا على ال اوكي الاي الاي على في هي عباره عن ال فهذا هو ال مالتها وهذا ال اللي احنا مقسمين به فصار عندنا صار عندنا اتش ال اوفر كي وصار عندنا هنا K over C sub B L تربيع رو فعندنا K over رو C sub B هي هاي تمثل ألفا أخذناها بالديفيوجن سميناها بالديفيوجن ثيرمال ديفيوزيفيتي هاي ألفا فإذا راح يصير ألفا في T على L تربيع الفا في تي على ار تربيع اللي هو هذا دايمنشنلس جروب هاي هي تساوي الفا هاي هي الالفا هاي هي الفا واضحه فلذلك يعني صارت دايمنشنلس جروب نعرف كلها احد من هذا الدايمنشنلس جروب الاتش ال اوفر كي هذا نسميه بايوت نمبر شنو تعريفه كونفكتيف هيت ترانسفير ريت على الكوندكتيف هيت ترانسفير ريت يعني معدل الحرارة بالكونفكشن على معدل الحرارة بالكوندكشن وممكن نسميه inside resistance على outside resistance شلون inside resistance على outside resistance إذا هنا هسه نسويها نرتبها L over K في واحد على H ال outside resistance هي الكونفكشن فواحد على H الانسايد ريزيستنس هي الكوندكشن ال اوفر كي مو قلنا الكوندكشن مقاومته دلتا اكس او دلتا ال على كي فال اوفر كي هاي مال الكوندكشن اللي هي الانسايد على الاوسايد لذا قلنا انسايد ريزيستنس على الاوسايد بس هنا شو يساوي كونفكتيف هيت ترانسفير على الكوندكتيف هيت يعني من نسويه المقاومات يصير بالعكس اوكي هاي مجرد تعريف وهذا سميناه بايت نمبر الفا تي اوفر ال تربيع سميناه فورير نمبر هذا هو كوندكتد هيت ترانسفير على ستور هيت ترانسفير ليش هنا موجوده بها كي وهاي موجوده بها سي صب بي فهذا هو الكوندكتد يعني اذا اقول لك عرف فورير نمبر اذا اقول لك عرف فورير نمبر نكتب هذا الفا تي اوفر ال تربيع ونقول هو عباره عن كوندكتد هيت ترانسفير على الستورد هيت هيت زين نجي للال هنا الال هنا الال هو مو طول هو كاركترستيك لين هو مو طول هو كاركترستيك لين هو طول تشخيصي هو عباره عن الفوليوم على الاريا الفوليوم على الاريا يعني كل واحد من تجينا سيفير نجي هاي السيفير نوجد الاريا الفوليوم مالتها ونقسمه على الاريا يطلع ار ال مالتها هو ار او اوفر 3 إذا جانا سلندر أيضا نأخذ الفوليوم مال السلندر ونأخذ الأريا مال السلندر ونقسم تطلع R O over 2 إذا جانا مكعب نأخذ الحجم مال المكعب اللي هو L تكعيب في مساحة 6 أسطح بالمكعب 6 L تربيع نقسم تطلع L على 6 تطلع L على 6 فالL هذا هو الكاركترستيك لين هذا مو L طول هذا هو الكاركترستيك لين اللي هو عبارة عن الفوليوم على الاريا الفوليوم على الاريا زين هنا يقول لك ان من
تعريف البايوت ذات يكون سمول يعني. فلذلك حالة هاي الأولى الكيس 1 حتى أشيك أني يعني هاي أسوي كيس 1. شنو هي الكيس 1؟ الكيس 1 اللي هي T function of time. إذا أرد أشوف السؤال اللي جاني هذا كيس 1 أجي أشيك بايوت نمبر، بايوت نمبر اللي هو شنو؟ HL over K. إذا طلع يساوي 0.1 أو أقل من 0.1، إذا طلع بايوت نمبر أقل من 0.1 فهي هاي الحالة المناسبة. إذا طلع أقل من 0.1 فإحنا نقدر نحل بهذا القانون. إذا طلع أقل من 0.1 هو أما يساوي 1 أو أقل من 1 أو أكبر من 1. إذا يساوي 1 فمعني inside resistance almost to be 10% of the total resistance to heat transfer while biot number يساوي 1 means inside and outside resistance are comparable. فاحنا ايش قلنا هنا؟ قلنا should be seen that smaller, smaller أقل. زين biot number لازم يكون أقل من 0.1 اللي هي هاي تكون الكيس الأولى. هذا هنا الرسم هو رسم توضيحي. إذا نرسم الديستريبيوشن اللي هو ثيتا أوفر ثيتا نرسمها ويا فوريير نمبر راح نحصل عدة رسوم على شكل خطوط، وكل خط يمثل بايوت نمبر، كل خط يمثل بايوت نمبر، يعني يبدي من بايوت نمبر 1 إلى بايوت نمبر 0.1. فشوفون هنا، هنا بهاي المنطقة، بهاي المنطقة فوريير نمبر قليل بس بايوت نمبر عالي. هاي شي تمثل فوريان نمبر قليل بايت نمبر عالي. نشوف واحد يعني خلينا نقول بوينت ناين وهكذا. هاي الخطوط الموجودة بهاي المنطقة منها هذا المنطقة هاي اللي مأشرها يكون بايت نمبر عالي وفوريان قليل. هاي شو نقول الريزيستنس الار الانسايد هي المسيطرة. يعني مثلا بتكون عندنا فد بلت يعني حبة أو كرة كبيرة كلش وتكون من الطين. ليش؟ لأن الطين الثيرمال كوندكتيفيتي مالته عالية، لأن هو عازل. الثيرمال كوندكتيفيتي مالته تكون قليلة، العفو الثيرمال كوندكتيفيتي تكون مالته قليلة. فالريزيستنس الار اي تكون هي ال الموصل ريزيستنس يعني المقاومة الكبيرة بالار اي. نجي لهذا هنا، هنا لو نجي هنا فوريير عالي لكن بايت هاي الخطوط، هاي الخطوط قليلة. نقول اتش هاي فوريير لو بايوت موز ريزيستنس وين؟ بالفلويد. الريزيستنس العالية بالفلويد. فاذا ار او هي الجفرنج. هاي مثلا شنو عندنا؟ سمول مثلا كوبر بلتس او سمول كوبر سيفير، يعني ماخذين كرة صغيرة ومن النحاس، لان هاي التوصيلية مالتها راح تكون عالية بينما هنا التوصيلية مالتها تكون قليلة. فهاي ردنا نوضح، فهاي اللي احنا راح نكون نتعامل وياها. هنا هذا نفس القانون. اذا ناخذ هذا المقدار الفوق الاس، هذا الاس نجيبه هنا نرتبه. فشوفون رتبناه واحد على اتش اي اللي هي هاي ورو في سي صبي. يعني ليش؟ لان هذا قيمته، هذا قيمته واحد على السكند، واحد على السكند. اذا اقلبه يعني هذا هو المقدار قلبته من اقلبه يصير قيمته سكند. فلما قيمته سكند سميته تي تايم كونستانت. فالتايم كونستانت صارت الرو في سي صبي لي فوق والاتش اي لي جوا. زين فبس دول افصلهم، هاي بحد وهاي بحد. هاي سميناها الريزيستنس وهاي سميناها الكاباسيتنس. فالتايم كونستانت يساوي الريزيستنس في الكاباسيتنس، يساوي الريزيستنس والكاباسيتنس. الريزيستنس هي شنو؟ واحد على اتش اي. الكاباسيتنس هي شنو؟ رو في سي صبي. رو في سي صبي تعرفون الرو في هي ام، فام سي صبي هاي هي الكاباسيتنس. فاذا مثلا اريد اوجد التايم كونستانت
التايم كونستانت فمعناه مقلوب هذا المقدار هو التايم كونستانت. إذا الريزيستنس ار تي او سي تي هاي نوجته شوفون هنا احنا معرفينهم الار تي ريزيستنس تو كونفكشن هيت ترانسفير والسي تي ذا لامب ثيرمال كاباسيتي. هذا السيستم او هذا اللي اخذناه احنا واللي تكون بي تي فانكشن اوف تايم نسميه لامب كاباسيتنس ميثود. اللامب كاباسيتنس ميثود فشوفون هنا يقول انكريزنج ان ار تي او سي تي ويل كوز ا سوليد تو ريسبونس مور slowly to change in this. يعني إذا كان time constant عالي, time constant يعني هذا عالي, ها نقول response more slowly, response more slowly يعني هذا إيش قد يحتاج له, يعني هذا شوف time constant أقل, هذا رأسا وصل ويا هذا استقر, بينما هذا time constant عالي مالته يحتاج مسافة كبيرة حتى يكون يستقر ويوصل للتايم صفر, يوصل لل يعني هذه العفو يوصل للثيتا اوفر ثيتا نوت يساوي نصف يعني كوليبريوم ريتش ثيرمال كوليبريوم ريتش ثيرمال كوليبريوم يعني ثيتا نوت تساوي صفر. هنا هذا نفسه احنا مثليه مثل الدائره الكهربائيه تشوفون فرق الجهد هو وين موجود, هو عباره عن بطاريه, فرق الجهد هو عبارة عن بطارية, والكونفكشن هو مقاومة, والكاباسيتنس تشوفون بالكهرباء مو الكاباسيتنس تكتبوها هيجي. فإذا سدينا هذا السويتش غلقنا هذا السويتش راح يمشي تيار, راح يمشي تيار منه أو يكون ضمن المقاومة. أما هذا الشحنات مخزونة بالكاباسيتنس وتطلع وتمشي تروح للمقاومة يعني على سبيل المثال جلوب, أو هاي الشحنات تنتقل من المحيط وتنخزن بالكاباسيتنس. يعني هذا لما تكون إذا كانت الكرة ساخنة أو كانت الكرة باردة, إذا كانت الكرة ساخنة راح تنتقل من الكرة من الكاباسيتنس الطاقة للمحيط واللي تروح بالكونفكشن, إذا كانت باردة العفو باردة والمحيط ساخن فراح تنتقل الحرارة من المحيط إلى الكرة وتنخزن بالكرة. فهذه هي يعني تمثيلها مقارنتها مجرد نوضحها للمقارنة بالكهرباء واللي سميناها لامب كاباسيتنس تايب أناليسيس. هذا يسموه اللامب كاباسيتنس تايب واللي هنا نرجع مؤكدين عليها L H في V over A اللي هي هاي L على K أقل من 0.1 اللي هو هذا بايوت نمبر, هذا بايوت نمبر, بايوت نمبر, بايوت نمبر يكون أقل من 0.1, بايوت نمبر يكون أقل من 0.1. هنا بس دي يوضح إنه هو نفس القانون بس مجرد ينوضح مرات TF اللي هي هاي قلنا لما ساخن وبارد, مرات TF أكبر من الانيشال ومرات TF أقل من الانيشال. فإذا كانت الانيشال يعني باردة والتي اف هذا فيروح هاي تبدي تصعد درجة حرارتها الى ان توصل الى تي اف, هنا بالعكس التي مال الكرة عالية فتبدي تقل الى ان توصل للتي اف اللي هي مال المحيط اللي هي مال المحيط. فهاي بس مجرد بدنا نشوف شلون اذا كان ساخن او حار. هنا هسه راح عندنا حساب الكيو لهاي الحالة, فعندنا اكو كيو اي نسميه instantaneous heat flow, instantaneous heat flow يعني جريان الحرارة اللحظي على تايم معين جريان الحرارة, فهذا قيمته رو سي صب بي في دي تي باي دي. يعني ما نقدر التوتال راح ناخذ instantaneous heat flow كاملة, شوف هذا يعني هذا راح نجيبه هنا ان كاملة ونوجده لهذه. فاذا التوتال شوفوا سويناها هنا احنا سويناها ووجدنا هذا اللي هو هذا هو total heat transfer, total heat transfer instantaneous نوجده بوقت محدد بينما هنا لكل الفترة مال الوقت, وهاي راح تكون واضحة بالأمثلة ان شاء الله. وشكرا جزيلا.